بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر، الأساتذة الكرام الأجلاء من الجامعات العربية والجامعات العراقية وخصوصا الجامعة المستنصرية، طلبة الدراسات العليا، طلبة الدراسات الأولية، الحضور الكريم، كل بحسب مقامه ولقبه العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الود والمحبة نلتقي في رحاب كليتنا، كلية الآداب الجامعة المستنصرية، وعلى منصة نادي الكتاب. تطل علينا اليوم الأستاذ الدكتور سهيل صالح علي من قسم اللغة العربية وقراءة في كتاب عتبات نقدية، أمسية ثقافية علمية مميزة نتمناها لكم هذا اليوم. يتفضل السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر بإلقاء كلمته مشكورة. تفضل دكتور، المايك لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين وأصحابه الغر الميامين. الحضور الكرام كل بلقبه ومقامه الكريم من الأساتذة والزملاء الأكارم، الأستاذ الدكتور سهير صالح علي. حقيقة اليوم نلتقي في أمسية ثقافية معرفية جديدة من أمسيات نادي الكتاب، ونلتقي مع علم أيضا من أعلام كلية الآداب. الدكتورة سهير هي أستاذة وناقدة وأديبة ومؤلفة، لها يعني كتب كثيرة ولها نشاط علمي وثقافي ومعرفي على مستويات كافة، وهي شخصية ثقافية حقيقة مبدعة من شخصيات كلية الآداب الجامعة المستنصرية. نتمنى لكم ولها وقتا علميا معرفيا ثقافيا مفيدا. تقديري واحترامي وشكري وامتناني وعرفاني للدكتورة سهير ولهذا الظهور الحقيقة الرائع في منصة نادي الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي. تفضل السيد رئيس قسم اللغة العربية أستاذ مساعد دكتور صباح كاظم بتقديم سيرة علمية مختصرة عن الباحثة. تفضل دكتور، المايك لكم. شكرا جزيلا، وشكرا السيد عميد كلية الآداب المحترم على هذه التقدمة. أقدم الأستاذ الدكتور سهير صالح علي أبو جلود سيرة علمية مختصرة وغير مخلة. اللقب العلمي أستاذ من 2016، وحصلت على البكالوريوس من كلية الآداب في جامعة بغداد، وكذلك حصلت على الماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1994 هو الماجستير، و 1998 هو الدكتوراه. أستاذ النقد الأدبي الحديث في كليتنا في الدراسات المسائية، ولها خبرات تدريسية أخرى في مراحل أخرى من مراحل البكالوريوس. أما في الماجستير فدرست موسيقى الشعر، وحاليا في الدكتوراه هي أستاذة الاستشراق الأدبي. لديها بحوث عدة منشورة، أبرز هذه البحوث هو ملامح السرد في شعر إيليا أبي ماضي في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية، وكذلك نفي المكان في شعر محمود درويش في مجلة القبس. ولديها مؤلفات عدة تعكس الشخصية العلمية الرصينة لشخص الدكتور سهير أبو جلود، من أبرزها التشكيل الشعري في أوبرا الأميرة الضائعة لرعد عبد القادر، شواطئ أخرى لمحمود درويش، كتاب الموقف النقدي من الشعر المهجري، كتاب موضوعات القصيدة العربية المعاصرة البواعث والاختيار، أيضا كتاب آخر هو عتبات نقدية، وكتاب آخر هو الشذرة سحر الضوء، وكتاب شعر يوسف الخال دراسة في مستويات التلقي،
وكتاب آخر هو التحولات النصية في أسطورة اليهود التائه، وكتاب الريشة والعنقاء دراسة في الشعر والرواية، وأخيرا كتاب التقابل ودلالة اللغة دراسة في نماذج شعرية. أما موضوع الكتاب لهذا اليوم فيلقي عنوانه شخص الدكتورة سهير، أرجو من الله أن توفق وتسدد في الإحاطة بتفاصيل هذا الكتاب، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور صباح. تتفضل الأستاذة الدكتورة سهير صالح علي بتقديم القراءة، مشكورة. تفضلي دكتورة، المايك لكم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للجميع. شكرا للسيد عميد كلية الآداب الدكتور عبد الباقي الخزرجي، شكرا على دعمه المتواصل لنادي الكتاب وحرصه على التواجد مع تدريسي الكلية في جلساتهم الثقافية. الشكر الجزيل للسيد رئيس قسم اللغة العربية الدكتور صباح العامري، شكرا على صبره وتعاونه المستمر مع تدريسي القسم. والشكر الجزيل للدكتور مهند على تعاونه وصبره وحرصه على إنجاح جلسات نادي الكتاب. وبالتأكيد شكراً لكل ما يستمع لنا من الحضور الكريم الذين يسعدني أن يشاركوني الحديث عن كتاب عتبات نقدية. هذا الكتاب يقدم 100 نص شعري من الشعراء العراقيين. قد يتبادر إلى الذهن أن كلمة عتبات نقدية تعني دراسة العتبات النصية كما هو متعارف عليه في المصطلح النقدي، وما تقوم هذه العتبات النصية من دراسة المقدمات والعنوان والإهداء والغلاف وما إلى ذلك، لكن الحقيقة الأمر مختلف. العتبات النقدية لا علاقة لها بالعتبات النصية. لذلك سأعرض أولاً وسأوضح معنى كلمة عتبة واختلافها عن العتبات النصية، وسأتحدث عن نوع النصوص المختارة في هذا الكتاب، إلى جانب حديثي إن شاء الله عن نوع المناهج المستخدمة لنقد هذه النصوص، طبعاً من خلال قراءتي لنماذج شعرية من الكتاب. العتبة أول التلقي، فعل قرائي يفتح آفاقاً لقراءات أخرى وحوارات نقدية مختلفة تقوم على الحس واستنطاق الدلالة التي تعين على تدفق المعنى إلى ذهن المتلقي بعد أن تحدد له الإشارات. في كل نص من هذه النصوص العتبة تحدد إشارة معينة، أيقونة معينة، لون معين يطغى على النص، تتخذه مدخلاً للدراسة. في كل نص من هذه النصوص هناك كلمة مفتاح غائبة أو حاضرة، جملة مفتاح غائبة أو حاضرة، أو رؤية مفتاح. عندما أقول أن هناك جملة مفتاح أو كلمة مفتاح غائبة، أنا أقصد بذلك هي الكلمة التي تسيطر على النص ولا تذكر صراحة. طبعاً من الذي يستطيع أن يكتشف هذه الكلمة؟ هو القارئ الذي يقرأ شعر هذا الشاعر أكثر من غيره. إذن الكلمة المفتاح الغائبة أو الجملة المفتاح الغائبة هي التي تسيطر على النص ولا تذكر صراحة. هذه الجملة تكون بمثابة الرؤية أو البطاقة الدلالية أو الإيحائية لبواطن النص. هذا هو أساس العتبة النقدية. من هنا العتبة لا تحتمل الإطالة ولا الاتساع، لأنها ليست بدراسة بل هي تحدد إشارات تكون مدخلاً للدراسات. فهي ليست بدراسة، الدراسة كما هو معروف تقوم على المتابعة والتفصيل والتفسير والتحليل. هي أيضاً ليست ببحث، البحث يقوم على الاكتشاف، يعتمد على الاستقصاء وجمع المعلومات. إذن هي كما قلت تحديد لإشارات، تحديد لرموز معينة، لألوان معينة تطغى على النص، تحديد لكلمة مفتاح غائبة أو جملة مفتاح أو رؤية مفتاح. شعراء العتبات هم شعراء عراقيون جمعتهم محنة البلاد بمشهدها الواسع والمربك. النصوص مختلفة لأنها لم تولد في ظل أزمنة هادئة أو رتيبة، بل هي نصوص عبارة عن استجابة للتحولات العميقة التي تشهدها الحياة بمختلف أبعادها. هذه النصوص أثبتت مدى إيجابية الشاعر العراقي وتجاوبه مع روح العصر، ومدى اتكاء القصيدة على أرضية معرفية توافق رؤيته واستبصاره. طبعاً في كل نص أو لكل نص من هذه النصوص خصوصيته ونسيجه الفني،
والبلاغي. لكل نص من هذه النصوص له علاماته التي تؤسس حجر الزاوية للعتبة، وله منحاه الفكري الذي يعرض على المنهج، فإن وافقه فهو تأسيس مختلف، لأن هذه النصوص أو هذه الخصوصية خرجت من صلب المناهج النقدية. وكما هو معروف عند الجميع أن النقد الأدبي الحديث أعطى هذا الضوء الأخضر لتداخل المناهج، ومن ذلك مناهج كانت هي الأساس في دراستي لنصوص شعراء العتبات. من أهم المناهج اللي استخدمتها، وكما هو معروف أن النص هو الذي يفرض نوع المنهج، من أهم هذه المناهج المنهج الاستدلالي والاستقرائي والاستنباطي. المنهج الاستدلالي الحقيقة يعني من المناهج التي عافها الكثير من الباحثين لسبب يعني حقيقة لا أعرفه. المنهج الاستدلالي من المناهج المهمة جدا، والتي أكد عليها الناقد الكبير أستاذي الراحل الدكتور جلال الخياط في كتابه المتاهات. المنهج الاستدلالي يعتمد البرهان الذي يربط بين العقل والمقدمات والنتائج. والكثير من هذه النصوص لأنها منتج فني وجمالي فرضت عملية عقلية لا تصل إلى حكم إلا من خلال الاعتماد على المنهج الاستدلالي الاستقرائي والاستدلالي الاستنباطي. هذه المناهج بمجملها تؤسس للإطار الفكري، الإطار الفكري الذي يعين على التوصل إلى النتائج. بودي الحديث عن نوعية النصوص التي اخترتها في العتبة. الحقيقة أنا اخترت يعني تقريباً 90% من نصوص الشعراء اخترتها من قصائد النثر العراقية الحديثة. طبعاً اخترتها في العقدين الأخيرين، يعني لم أختر قصائد النثر في الثمانينات، إنما اخترتها في العقدين الأخيرين وما قبل، يعني تقريباً 25 سنة الأخيرة. أذكر ميزة معينة لقصيدة النثر العراقية الجديدة، ميزة تميزها عن قصيدة النثر العربية. قصيدة النثر العراقية ميزتها أنها قصيدة تقاوم الشكوى، هي لا تصف الشكوى. قصيدة النثر العراقية لا تشكو، بل هي قصيدة مقاومة، هي قصيدة تدعو القارئ أن يشترك معها لنقد الأوضاع، هي قصيدة نقد للأوضاع، تدعو إلى التفكير فيه ومن ثم نقده، وتدعو القارئ لأن يشاركها بهذا التفكير ونقد الأوضاع ومن ثم تقديم الحلول. قصيدة النثر العراقية، وهذه أيضا ميزة أخرى عن قصيدة النثر العربية، هي قصيدة ثقافة. عندما أقول أن قصيدة النثر العراقية هي قصيدة ثقافة، لا أعني بكلمة ثقافة استعراض مصطلحات ثقافية. الشعر لا يستعرض مصطلحات ثقافية، ولا يستعرض ما قرأه من كتب أو يتباهى بمعرفته هنا وهناك، لا. قصيدة عندما أقول أنها قصيدة ثقافة، الثقافة يفترض أن تكون محرضة على التحولات المطلوبة في المجتمع. إذن قصيدة النثر العراقية تحرض وتدعو القارئ وتحرضه أيضاً على التفكير في التحولات المطلوبة من أجل مجتمع أفضل. أنا أخص بالذكر طبعاً مثل ما قلت القصائد اللي كتبت في 20 أو 25 سنة الأخيرة. لم أتناول قصائد النثر العراقية في الثمانينات. كما هو معروف أن قصيدة النثر الثمانينية كان هناك ما يعرف بالتجريب اللغوي، أن فتحت في حينها القصيدة على جملة طويلة، جملة دلالية تتوالى فيها المعاني، في حين في التسعينات لا، تم اقتضاب القصيدة إلى ما يعرف بنص المعنى، هو أصبحت تعرف بالنص المكثف أو الملموم. قصيدة النثر العراقية الحديثة بسبب الظروف المتلاحقة في العقدين الأخيرين وما عاشه الشاعر العراقي، أضيفت يعني الشاعر العراقي أضاف لقصيدة النثر سمات أسلوبية أخرى تضاف إلى السمات الأساسية لقصيدة النثر الموجودة في كتاب سوزان برنار، اللي الكل يعرفون سمات قصيدة النثر الإيجاز والتوهج والمجانية. إذن بسبب الظروف المتلاحقة في والصعبة في هذين العقدين الأخيرين، الشاعر العراقي كتب نصوصاً بحيث تغيرت على يديه سمات الأسلوبية لقصيدة النثر العراقية الحديثة. أصبحت هناك اشتراطات فنية مستحدثة لقصيدة النثر العراقية. الحقيقة هنا أتوقف عند مسألة مهمة جداً. الكثير من الشعراء استسهل هذا الجنس الأدبي وعد كل ما يكتب خارج عمود الشعر عده قصيدة نثر.
كل ما يكتب كل نص غير موزون عده من قصائد النثر. النتيجة أن هناك الكثير من النصوص التي قدمت على أساس أنها قصائد نثر كانت نصوصا رديئة وساذجة ولا تمت لقصيدة النثر بأي صلة، لأنها قصائد لا علاقة لها بسمات قصيدة النثر ولا بالاشتراطات الفنية المفترضة لقصيدة النثر. للأسف أكثر أن من المناهضين لقصيدة النثر من اتخذ من هذه النماذج الرديئة والسيئة والساذجة اتخذها مبرراً لمحاربة قصيدة النثر، بل إن بعضهم من أعلن موت قصيدة النثر. هذه مسألة لابد من ذكرها لأبين أن النصوص المختارة نصوص تحترم الاشتراطات الفنية لقصيدة النثر، نصوص أسهمت في إضافة أساليب وسمات أسلوبية جديدة لقصيدة النثر العراقية الحديثة. بالمناسبة طبعاً أنا لما أقول أني تركت قصيدة النثر الثمانينية، يعني أنا لا أقصد بهذا أن أقسم مسألة الأجيال الشعرية الجيل الثمانيني ولا الجيل التسعيني. أنا أساساً لا أؤمن بالتجيل الزمني ولا أؤمن بالأجيال الشعرية، لأن الشعر شعر متى ما يكتب وأينما يكتب. يعني الأجيال قضية إجرائية لغرض الفرز، يعني مثل ما نقول الأدب الأموي والعباسي. هذه الأجيال إنما هي يعني هذا التقسيم معايير للدراسة يسهل الدراسة، وليس القصد منه العفو تجزئة الشعر أو تجزئة سماته. بالعودة إلى النصوص المختارة في هذا الكتاب، أقول أن هذه النصوص ليست قفزة من فراغ، بل هي تدرج من سياقات التحديث. يعني أساساً نحن لا يمكن أن نفهم حداثة الشعر ما لم نفهم الشعر القديم. ولو عدنا إلى كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، رح نقرأ كلمة الانتثار، ونقرأ أيضاً في هذا الكتاب هذه الجملة: أعذب الكلام ما كان نظماً في ظل نثر ونثراً في ظل نظم. يعني قصيدة النثر هي هذه المنطقة المتضادة بين الشعر والنثر، لا هي بالشعر من ضمن المواصفات التقليدية ولا هي بالنثر البارد خارج حرارة الشعر. المسألة كلها في كيفية شعرنة النثر. طبعاً عندما قلت أن هناك سمات جديدة أضيفت لقصيدة النثر، ما هذه السمات؟ ثنائية التضاد وجدلية الأفكار. طبعاً جدلية الأفكار جزء مهم من شعريتها، إلى جانب هذا الخيط السردي الذائب في الشعرية. هناك خيط سردي ذائب في شعرية قصيدة النثر، إلى جانب الإيقاع. كما هو معروف أن قصيدة النثر بلا وزن، إيقاع قصيدة النثر إيقاع داخلي، هو إيقاع المعنى، إيقاع انسجام الكلمات، إيقاع انسجام الحروف، وهي إيقاع معنى بامتياز. الإيقاع يعني بصراحة هو أهم من الوزن، الوزن مسألة حسابية، الإيقاع أشمل من الوزن. الإيقاع يعني من لا يعرف الوزن لا يعرف الإيقاع. إذن السمات المستحدثة والاشتراطات الفنية وجدلية الأفكار والإيقاع الداخلي وهذه السردية الذائبة في الشعر، كلها سمات حرصت على انتقاء النصوص التي احترمت هذه السمات. النصوص مثل ما ذكرت هي نصوص لمئة نص لشاعر عراقي، معظمهم الحقيقة لم يلتفت إليهم النقد، بل إني في حديثي مع طلبتي في الدراسات العليا هناك أسماء لم يسمعوا بها، وهذا أمر مؤسف لأنهم شعراء بلدنا، يعني يفترض أن نسلط عليهم الضوء. بعض الشعراء يعني وأنا أعرفهم معرفة شخصية ممن يعني لا يستطيع طباعة مجموعاته على نفقته الخاصة، فأخذ ينشر في الصحف والمجلات، بل أخذ ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي نصوص ممتازة جداً ومعبرة عن الواقع، نصوص رائعة بحق. يعني تقريباً 80% من الشعراء اللي تناولتهم أسماء غير معروفة، إلى جانب طبعاً شعراء يعني مثل ما نقول اشتغلوا على أسماءهم وشعراء معروفين. على سبيل المثال للحصر، الشعراء اللي درستهم صيف الناصري، جمال جمعة، ماجد الحسن، يقظان الحسيني، صلاح السيلاوي، علي نوير، عبد العظيم فنجان، ميثم راضي، جان ديمو، فليحة حسن، فرح الدوسكي، خالد البهرزي، عبد الأمير جرس، محمد مظلوم، إلى جانب أسماء
مثل مقولة شعراء معروفين وأسماء كبار مثل الشاعر الكبير عبد الزهر زكي وعارف الساعدي وغيرهم. النصوص المختارة هي نصوص رؤية تقدم أسئلة وجودية ومصيرية. النصوص المختارة في العتبات هي نصوص تحفز فينا الأسئلة، هي ليست قصيدة أجوبة مطلقاً، بل هي قصائد تدس الوعي عبر خطابها الجمالي، لذلك تحتاج إلى قراءات عدة لنفهم، لنصل أولاً ثم نفهم نظامها اللغوي الجديد والمبتكر. هذه النماذج المختارة تمثل تحولاً نوعياً على مستوى اللغة والبناء والدلالة. كنت حريصة في كتابي هذا على التعريف بعشرات الشعراء العراقيين بسبب الغياب النقدي الذي يفترض أن يقترب من هذه النصوص ويفحصها. لابد أن أذكر هنا المشكلة الأساس التي جابهتني في هذه النصوص، مشكلة كانت قائمة أمامي دائما، هي اصطدام المنجز الشعر العراقي بنظريات أو مناهج قد لا تنسجم معها، لأنها نصوص لها خصائصها النفسية الحادة. طبعاً أعود وأذكر، وهذا أمر معروف عن جميع الأساتذة، أن النص هو الذي يفرض نوع المنهج المختار. لذلك حين لجأت إلى المنهج الاستقرائي، هذا المنهج هيأ لنا نمطاً من التفكير يقوم على يقينية التجربة بمدركها الحسي الذي يتنامى من الجزء إلى الكل. على العكس من ذلك، عندما لجأت إلى المنهج الاستنباطي، هذا المنهج يستمد يقينه من الكل إلى الجزء. شيء آخر يوفر لي وخدمني به المنهج الاستنباطي هو هذا، وفر لي مسألة الانتقال من فكرة إلى أخرى ومن قضية إلى أخرى. والقارئ لنصوص كتاب عتبات نقدية، كل هذه النصوص فيها هذا الانتقال المباغت من فكرة إلى أخرى ومن قضية إلى أخرى. أنا أكتفي بهذا القدر من الكلام النظري لأنتقل إلى التطبيقات، لأوضح يعني كيف اشتغلت العتبة على كل نص. أبدأ أولاً بنص للشاعر حميد العقادي، سأقرأ النص أولاً. اشترت متراً مربعاً من الأرض لتقيم عليه محراباً للحاضر وقبراً للمستقبل، توارثه الأبناء تباعاً، وحين ماتت لم ينقلها أحد إليه. أربعة كانوا، الأول ركب الموج فغرق، الثاني لا يجيد الرقص على النار فاحترق، الثالث قال شيئا فاختنق، والرابع كتب على الشواهد الثلاث. اشترت مترا مربعا من الأرض لتقيم عليه محراباً للحاضر وقبراً للمستقبل، توارثه الأبناء تباعاً، وحين ماتت لم ينقلها أحد إليه. قيل جن، هذا الرابع أصيب بالجنون يعني. طبعاً هذا النص يباغت ذاكرة كل عراقي. العتبة هنا ركزت على تعدد الميتات. تعدد الميتات هي الرؤية المفتاح لهذا النص، الأول الذي غرق والثاني الذي احترق والذي اختنق وهذا الرابع الذي أصيب بالجنون. الطقوس في هذا النص تدور حول نفسها مجسدة بصورة القبر، هذه الصورة التي تعيق الإنسان بالتأكيد من تقرير مصير حياته. العتبة ركزت على هذه الذوات وعلى تعدد الميتات، هذه الذوات التي تترك بصماتها قبل أن ترحل، مخلفة عذابات مبعثرة على تمفصلين، تمفصل أساس وتمفصل فرعي. التمفصل الأساس هو القبر، أما الثاني فهو فرعي والمتصل بالبطولات، ببطولات الضحايا، ضحايا الحرب والقمع والهجرة، كلها تؤدي إلى أكثر النهايات تواتراً. الموت، هذه النهاية طبعاً هي الموت بتيمته الوحيدة التي تدور في منطقة تظل على الدوام ملتبسة في وعينا. نص آخر، يعني لاحظوا أنا قلت أن العتبة لا تحتمل الإطالة، طبعاً هي فيها أيضاً تفصيلات لكن أنا يعني للاختصار، لكن في مجملها لا تحتمل الإطالة أكثر من صفحتين يعني للأسباب اللي ذكرتها في بداية حواري معكم. أختار نص آخر للشاعر محمد مظلوم يقول فيه: لسنا تحت سماء واحدة لتنافسني على الله، لست مأهولا بسجنائي لتنقب في أنحائي عن ذكرياتك، ولست معركة في منام
لأستيقظ في الصباح بقتلى يشبهونك. أنا لدي كمشة أيام أنقذتها في الهروب الأخير، وأيامك وديعة في مصرف تستعيدها عند السفر. موعود أنا بالوقوف على المرتفعات البعيدة، ومأمول في رعشات النهاية، وفيك بحيرات من الأموات يعيشون كل يوم مصطحبين آثامي إلى منحدرات قديمة. حزني رؤوس تدور على الرماح، وكل قبر أمي، وسعيد أنت في السرك تنقسم كلما عدت بحيوانات ومصفقين. العتبة هنا اتخذت من كلمة مفتاح غائبة لم تذكر في النص. الشاعر ذكر البهلوان لكنه لا يقصد البهلوان. الكلمة المفتاح الغائبة في هذا النص هي القرين. ما القرين؟ القرين هو خيال المرء وروحه، هو صداه وتوأمه. القرين هو الصورة المحاكية للذات. يظهر هذا القرين لصاحبه، يعني متى يظهر القرين للإنسان؟ متى يقوى هذا القرين؟ حين يعيش الإنسان في مجتمع فيه سلطة قمع وقهر، يبدأ الإنسان بالإحساس بالتضاؤل، ثم يبدأ بالانسحاب. حين ينسحب الإنسان يظهر القرين، ينسحب أكثر يقوى القرين. تبدأ المفارقة هنا حين يدرك الإنسان أن للقرين مفهوماً مركباً، فتدرك الذات بأنها لن تتكامل بأي حال من الأحوال، ولن تتشكل إلا من خلال هذا القرين أو هذا الشبيه اللي عبر عنه الشاعر بالبهلوان، من خلال هذا البهلوان المتلاعب بها بدلالة عبارة سعيد أنت في السرك تنقسم كلما عدت بهلوانات ومصفقين. نص آخر اخترت لكم للشاعر عبد الأمير جرس، الله يرحمه، طبعا توفى هو يعني لا يزال شابا في الثلاثينات من عمره في حادث سيارة. أقرأ النص. يقول عبد الأمير جرس: لقد أسروني، نصبوا لحيلتي خبزا كثيرا وخلا بارعا، وعلى وفق ما أشتهي جعلوا السماء والأرض مداسا لأيامنا، والحب غار حراء تتنزل فيه ملائكة الرب وهي تذعن لما تمر به من الخرائب. لقد كان خرابا مرا يتصبب من جبين عبد بارع في التربص بي، كلما أذعنت لفخاخ الدولة أجده وقد ملأ حياتي خلا بارعا وخبزا شعيرا أذكى من المسك. الكلمة المفتاح الغائبة هنا هي الخديعة، هي بطلة هذا النص. عبد الأمير جرس طبعا جعل من هذه الخديعة هو الخيار الأوحد، يعني ليس بوسعنا التخلص من الأسر، وحين يكون الإنسان مكبلا لا بأس بأن يخضع للكثير من الصور السحرية الافتراضية مثل ما مذكور في النص: جعلوا من السماء والأرض مداسا لأيامنا، والحب غار حراء تتنزل فيه ملائكة الرب. هذه اللغة لغة تتراوح بين الوصف والسرد. الشخصية الرئيسية في هذا النص هي الخداع، هذا الخداع الذي يثبت حضوره عبر من خلال مجموعة من الملفوظات كلها تصب في اتجاه واحد: متربص ومتربص، السيد والعبد، الدولة والمواطن. هذه الخديعة تكبل الإنسان، تكبله كقيد يمنع عنه كل إحساس باليقظة. تستمر دوامة الخديعة ويستمر معها الشاعر عبر مخاضات متدرجة في رفع الذات، عبر تعرية العالم والواقع في صوره المختلفة. نص آخر للشاعر العراقي عباس اليوسف. حقيقة هذا النص يعني هو يصور، هناك مصور يقوم بالتقاط الصور لمجموعة من الناس. الصورة هنا يعني عبارة عن انتهاء الحياة. حين تنتهي الحياة يقوم القدر بالتقاط الصورة ليعلن أن حياة هذا الإنسان أو ذاك قد انتهت، لا مجال لإعادة الصورة، لا مجال للتهرب من الصورة. المصور هنا هو القدر. أقرأ النص أولا. صاح المصور، صاح وهو يرى الوجوه قد أينعت. هل اكتمل العدد؟ نفد صبر الكاميرا، فثمة وجوه يحرقها الانتظار، وجوه ستخرسها العدسة وتأكل بريقها إلى الأبد. صح، ألا يكتمل العدد؟ عدستي لا تطيق الانتظار، أسرعوا تراصفوا، اللقطة لا تتكرر، فادخلوها وانزعوا اليقين،
انطفأت الأنفاس في العدسة، نحتاج أشرطة أخرى، أشرطة توازي الزهور، فكلما حصدنا زهرة خرجت أخرى تطالب بعطرها، وأخرى تطالب بسحرها، وأخرى تطالب بعمرها المدفون في العدسة. يعني القدر حين يلتقط لنا الصور، طبعا المصور هنا المقصود به القدر، القدر حين يلتقط لنا الصور يذكرنا بأن صنيعة القدر قد انتهت. الصورة ترويج لعمل قد انتهى، الصورة لحظة تختزن عمرا بأكمله، وصور القدر واضحة لا مورات فيها. يعني صور القدر تقدم الحقيقة من دون مواساة. الجملة المفتاح في هذا النص جملة موجودة يعني حاضرة وليست جملة غائبة مثل النصوص السابقة. الجملة المفتاح هي اللقطة لا تتكرر، أيوة الأساس الذي اتخذته العتبة مدخلا للدراسة. اللقطة لا تتكرر أي أن القدر لا يمهلك لحظات إضافية، نقطة يعني هذا اليوم في هذه الحياة انتهت، لا مجال لإعادة الحياة، لا مجال لصورة أخرى. إذن اللقطة لا تتكرر بمعنى أن القدر لن يمهلنا لحظات إضافية. هذه الصورة للملتقط يعني نحن البشر لها ثقل، عفوا للملتقط نعم، هي انتظار فسحة من الأمل لعل الصورة فيه تكون أجمل. دكتورة سهير افتحي لنا الصوت، العفو الصوت انغلق عندك الآن. نعم دكتورة، نعم تفضل. شكرا. الصورة للملتقط انتظار فسحة من أمل لعل الصورة فيه تكون أجمل. يعني الإنسان قد ينتظر التقاط صورة أخرى، وهذا أمر لا يمكن يعني الحقيقة، لأنه القدر لا يمنحنا فرصة أخرى. الحياة حين تنتهي لا يمكن أن تكون هناك إعادة لهذه الحياة، فالصورة هي صورة نهائية لا يمكن أن تعاد اللقطة فيها. أما للملتقط اللي هو المصور فلها ثقل غريب لأنها مرور الزمن وانتهاء وقت. الهرب من الصورة أيضا هذا أمر مستحيل، لأن الصورة تكبلنا وهي الوحيدة التي تحتكر الحقيقة. الصورة تصغي، الصورة تمتص الأسرار لتنفجر في النهاية في لقطة منتظرة، هذه التي تغيب فيها الذات وهي تطالب بما تبقى من عمرها المدفون في العدسة، وهي آخر عبارة في هذا النص. نص آخر اخترت لجمال جمعة يقول فيه: ما تراه هنا لا وجود له في الواقع، فهذا العالم لا يشبه الذي هو في دماغك، إنه مطلي بألوان نسجتها مخيلتك فقط، فما تراه ليس إلا حفل الضباع متنكرة في إهاب بشر، حيث باستثناء الرمادي لا وجود للألوان هناك، ليس سوى لون واحد يصبغ الجميع، الجدران والسماء ووبر العابرين. طبعا جمال جمعة هنا أطلع علينا بهذا النص وكأنه يطلع على العالم الحقيقي، عالمنا الحقيقي. يعني طبعا هو هنا يخاطب الإنسان المعاصر، هذا الإنسان المعاصر الذي يعيش بعذاباته في هذا العالم الحقيقي وكأنه عالم بلا ألوان بلا حياة حقيقية. يخاطب الإنسان المعاصر ويقول له: أنت فاقد لهوية اللون باستثناء هذا الرمادي. هذا الرمادي هو أساس هذا النص. المنطقة الرمادية دائما نحن نقول عنها وكأنها منطقة شبيهة بنصف الحداد، وكأن الشاعر يقف على منطقة منزوعة السلاح، هذه الأرض التي يتوقف فيها كل شيء إلا اللون الذي يروضه تلميحا وتصريحا ليكون رمزا إشاريا اتخذته هذه العتبة لتدرس من خلاله المنظور الشعري المغاير في هذا النص. نص آخر، هذا النص من النصوص اللي تستحضر بها شخصية تاريخية أو تراثية، وهو من التقنيات المعروفة في الأدب وفي النقد، نستحضر شخصية تاريخية ويقوم الشاعر بإعادة توظيفها لخدمة القضايا المعاصرة. لكن ما حصل هنا أمر مختلف. النص للشاعر رحيم زاير، أذكر أولاً الشخصية المستدعاة في هذا النص، شخصية برير الهمداني من كبار شجعان الكوفة
وأحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين قتلوا معه في كربلاء، وكان قارئاً للقرآن ومعلماً له، يقول في هذا النص: بالأمس خذلك الواهمون، واليوم الجموع أتت أقسمت بالطاعة لك، بالصدق حدثوك ضمهم إليك، لا تسل عن محبيك، لا تعاقر الغياب، شوقهم يهفو إليك، لو عرفتهم ما تركت، وإن تركوك ما عرفت. بعد شخصية معينة، هي طريقة فنية معروفة، يعني تتيح للشاعر أن يمد نصه بطاقات متجددة وأساليب متنوعة، والنص في كثير من الأحيان هو الوسيط الذي يعيد ترتيب العلاقات بين الماضي والحاضر، بين الواقع والتاريخ، بين الواقع والتاريخ المتصل بسيرة شخصية تاريخية حقيقية فاعلة في عصرها ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأحداث المعاصرة. اللي فعله رحيم زاهر هنا أمر مختلف، حيث أنه فك أسر الشخصية وأفلتها لتدب في قصيدته بهيئة طاقة مبنية أولاً على مساحة من زمن الانتظار والغياب، لا تعاقر الغياب، شوقهم يهفو إليك، بدلالة هذه العبارة. هنا تكون هذه الشخصية ليست إحياءً للتاريخ أو للتراث فحسب، بل هي طريقة تعبيرية بدلالة واسعة وظفها الشاعر اعتماداً على مخيلته، مبنية أيضاً على طاقة ثانية هي الخذلان، الخذلان كنهاية حتمية. وإن كان الشاعر طبعاً قد افتتح به النص، الشاعر افتتح الخذلان، يعني افتتح النص بالخذلان حين قال: بالأمس خذلك الواهمون. إذن الطاقة الثانية مبنية على الخذلان كنهاية حتمية، لكنه لم يوظف الخذلان من خلال هذا الخذلان أسباباً خارجية لعودة الوعي من الماضي، بل جعل الأمر كله داخلياً مقتصراً على التفكير والحوار. من هنا، من التفكير والحوار، اقترحت العتبة أن يكون هذا التفكير وهذا الحوار مدخلاً للدراسة. لنا أن نذكر هنا أن الواقع حين يتخذ منحاً لا يحتمل التعبير عنه وفق علاقات الرتيبة لا تتفق مع ذهنية الشاعر المتقدة، فليس غريباً أن يصبح توظيف الشخصية إدراكاً حياً واستعادتها وعياً ناضجاً. أنا أذكر دائماً أن هذه النصوص، مثل ما قلت في بداية حديثي، أن هذه النصوص تحتمل وتحتمل قراءات أخرى لتنفتح معها عتبات نقدية أخرى، وممكن الاستعانة بمناهج أخرى للعثور أو الاستكشاف ولدراسة مواطن الجمال المختبئة في هذا النص أو ذاك. أنا أكتفي بهذا القدر وأشكر إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتورة سهير لجهودك الطيبة اليوم. زملائنا الكرام، أساتذتي الأعزاء، المداخلات الآن لكم بالضغط على أيقونة رفع اليد أو الكتابة في الشات حتى نفتح الصوت لكم. نعم أساتذتنا، نستقبل المداخلات والأسئلة. المداخلة الأولى مع دكتور رعد كاظم، تفضل دكتور رعد. السلام عليكم أساتذة. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سؤالي للدكتورة: هل يوجد فرق بين شعر العتبات التي ذكرته والشعر الرمزي، وخاصة الشعر الرمزي الفلسفي؟ شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتور. نعم دكتورة سهير، تفضل. حقيقة يعني يبدو أن هناك يعني سوءا للفهم لمسألة العتبات. العتبات هي تقنية نقدية وليست نوعا من أنواع الشعر، يعني ليست هي يعني الشعر الرمزي أو الشعر غنائي أو ما إلى ذلك. العتبة مثل ما وضحتها جائز الدكتور ما كان موجود في بداية هذه المحاضرة، هي تقنية نقدية تقوم على استقصاء إشارة معينة أو استقصاء كلمة معينة أو استقصاء رمز معين
منه تتخذه يعني مدخلا لدراسة هذا النص أو ذاك، وليست نوعية شعرية معينة، هي تقنية نقدية. نعم، شكرا جزيلا نعم. لكم دكتورة. نعم زملائنا الأعزاء، نستقبل مداخلات والأسئلة. دكتورة زينب الخفاجي، تفضلي دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي دكتورة. السلام عليكم جميعا، شكرا لكلية الآداب، لمنصة الآداب الرائعة، بكل العاملين عليها، شكرا للعميد، سيادة العميد الأخ والدكتور عبد الباقي الخزرجي، شكرا للمتألقة دائما سندريلا المستنصرية الدكتورة سهير، بوركت جهودك، ولكن استعراض رائع طبعا، ومشهود لك بالروعة دائما والتألق. لكن قلتي معلومة أنه نفرية يعني القصيدة تكون أو تتشظى القصيدة ما بين النثر والشعر، فتكون أو تستمد البرودة من النثر. النثر ما يعني أنا أراه ليس باردا، النثر يبث أحيانا، أنا أميل للمقطوعات النثرية أيضا أو لقصيدة النثر، أحيانا هي تستوعب كل حرارة الشخص، كل حرارة ولوعة المشاعر نجدها متجسدة في قصيدة النثر أو في المقطوعات النثرية حتى وإن لم تكن قصيدة نثر. فشكرا جزيلا للجميع، وبوركت هذه الجهود، ومن أعلى لأعلى دكتورة سهير. شكرا جزيلا لكم دكتورة. نعم دكتورة سهير، تفضل. شكرا جزيلا للصديقة والأخت العزيزة الدكتورة زينب الخفاجي، شكرا على مداخلتها وسؤالها. مثل ما تقولين بالضبط، يعني أنا يعني حين قلت أنه قصيدة النثر لابد أن هي يعني هي مسألة شعرنة النثر. كثير من النصوص مثلا الموزونة والمقفات التي تخلو من شعرية الكلام، أو يعني تخلو من هذه الشعرية. لذلك حين قلت أن قصيدة النثر هناك هذا الخيط السردي الذائب في شعريتها، جدلية الأفكار هو جزء من شعرية قصيدة النثر، الشعرية من شروط قصيدة النثر، ولا بد من توافر هذا الشرط في النثر لكي نعده قصيدة نثر. هذا اللي قلته بالضبط، يعني أنا لا أختلف معك مطلقا مطلقا. شكرا جزيلا دكتورة. نعم زملائنا، لازلنا نستقبل الأسئلة والمداخلات. نعم معانا الدكتورة آمنة بالعلي من الجزائر، تفضلي دكتورة آمنة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا ومرحبا، أهلا دكتورة. أشكركم على هذه المنصة دائما، وأشكر الدكتورة على هذه المحاضرة التي طبعا متأخرة، ولكنني بحسب ما استمعت إليه واعتقدت أنها تتحدث عن العتبات بمفهوم المعاصر، وهو مفهوم جيرار جينيت. ولكنني عندما استمعت إلى الدكتورة وجدتني أفهم بأنها تتحدث عن عتبة يعني يصنعها القارئ أو الناقد من داخل النص. إلى أي مدى تتقاطع هذه الطريقة، وقد قلت بأنها تقنية نقدية وهي فعلا تقنية نقدية، إلى أي مدى تتقاطع مع مفهوم الميتا نص جيرار جينيت، باعتبار أن النص عند جيرار جينيت قد توجد فيه أو توجد فيه طبعا وحوله عتبات خارج النص كالمقدمة وغير ذلك، وعتبات داخلية وهي ما سماها بالميتا تكست أو ميتا نص، وهي عبارة عن تعليقات يعني يكتبها الكاتب بطريقة أو بأخرى، سواء بطريقة مجازية أو طريقة مباشرة. هذه التعليقات هي التي تدل على رأي أو وجهة نظر الكاتب. إلى أي مدى تتقاطع فكرتك مع هذا المفهوم مفهوم العتبة الداخلية إن صح التعبير، أو الميتا نص، وهل هناك كذلك تقاطع مع مفهوم الكلمات المفاتيح في الأسلوبية،
والجملة الهدف في سيميائيات ريفاتير مثلا، وهو يتحدث تقريبا عن نفس التقنية التي تحدثت عنها، بمعنى أن هناك عندما يقرأ القارئ نصا فإنه يبحث عن الجملة الهدف، والجملة الهدف هي التي تسمح له بتأويل النص، وهذا ما أحسست به وأنت تحللين مثلا الخديعة، أو تقفين على مفهوم الخديعة وجملة الخديعة والجملة المفتاح الحاضرة في تلك النصوص التي قرأتها. شكرا على هذه المحاضرة القيمة، والسلام عليكم. شكرا جزيلا دكتورة آمنة. نعم دكتورة سهيل تفضل. نعم شكرا جزيلا، تحيات للجزائر وتحية كبيرة للدكتورة آمنة. الحقيقة أنا ذكرت في بداية هذه المحاضرة، يبدو حضرتك ما كنت متواجدة في البداية، قلت أن العتبة النقدية لا علاقة لها بالعتبات النصية المتعارف عليها في دراسة المقدمات ولا العنوانات أو الهداة والغلاف وما إلى ذلك، إنما العتبة النقدية هي فعل قرائي وهي أول التلقي، ممكن أن نفتح من خلالها أفاقاً لقراءات أخرى. العتبة تحدد إشارات معينة، تحدد كلمة مفتاح غائبة أو حاضرة ووضحت معنى الكلمة المفتاح الغائبة، تحدد جملة مفتاح غائبة أو حاضرة، وتحدد رؤية مفتاح من خلالها تكون مدخلاً لهذه الدراسة أو تلك. لذلك العتبة النقدية تحدد هذه الإشارات، وكل إشارة تصلح لأن تكون دراسة مستقلة. من هنا فالعتبة لا تحتمل الإطالة والاتساع، وهي أيضاً ليست بدراسة وليست ببحث. شيء آخر أذكره أن الكلمات المفاتيح لا تعد من العتبات النصية، إنما هي تدخل من ضمن تقنية العتبة النقدية كنوع من توضيح أو حسب رؤية الناقد مثل ما ذكرت حضرتك لهذا النص أو ذاك. كل نص من هذه النصوص يفتح المجال لقراءات أخرى واستخدام مناهج أخرى. يعني أنا ذكرت أني استخدمت المنهج الاستنباطي والاستقرائي والاستدلالي، هذه المناهج التي تتيح لنا معرفة فكر قصيدة النثر العراقية، لكن هل هذه العتبة هي الوحيدة التي تصلح لهذا النص؟ بالتأكيد لا، كل نص يفتح المجال لقراءات أخرى ولعتبات أخرى ولمناهج أخرى ممكن أن تستوعب جماليات مخفية هنا وهناك. شكرا جزيلا لكم دكتورة. نعم زملائنا، لازلنا نستقبل المداخلات والأسئلة. نعم دكتورة سهير، أعتقد يعني لا توجد أسئلة أخرى. نعم الكلمة الأخيرة مع الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر، السيد عميد كلية الآداب، تفضل دكتور. شكرا دكتور سهير حقيقة على هذه القراءة المميزة، القراءة الرائعة، على هذه المعلومات الوفيرة. وحقيقة قبل أن يعني ألقي الكلمة، أيضا أحب أن أوجه مداخلة أو تعليق أو تساؤل لجنابك الكريم. يعني حقيقة فكرة العتبات النقدية أو مفاتيح النص، يعني مفتاح الكلمة أو مفتاح الجملة، أو هل هناك مفتاح للسياق مثلا، يعني عتبة نقدية لسياق النص بشكل كامل، وهل هذه العتبة النقدية حقيقة أنت عندما يعني قدمتي لنا نصوص تطبيقية أكيد يعني أخذتي أجزاء من هاي النصوص أو مقتطعات من هاي النصوص. نعم. نعم. بالتالي يعني الناقد عندما يدخل إلى النص أكيد يدخل من خلال مفاتيح، هذه المفاتيح هي عبارة عن علامات مترابطة يعني بعضها بالبعض الآخر حتى يفضي بالناقد إلى المقصدية. يعني دائما المقدمات من خلال علاقتها بالنتائج إذا كانت متساوية لها أو أكثر أو أقل يتولد عند الاستنباط أو الرؤية لمقصدية النص. فبالتالي دكتور سهير يعني أسأل عن السياق داخل المقطع، يعني عندما أنت تناولت مقطع وبدأت يعني تتحدثي عن رؤية نقدية لهذا المقطع، بالتالي أثر السياق هنا
يعني وارتباطه بالعتبات النقدية سواء كانت كلمات أو سواء كانت جمل، يعني كيف ونحن نعلم ونحن يعني نعلم أن الصياغة تختلف عن الناتج الدلالي، بمعنى يعني اللفظة لها ناتج دلالي، الجملة لها ناتج دلالي، عندما يكون سياق أيضا الناتج الدلالي سوف يختلف بالنسبة للتأثير. مع شكري وتقديري لك دكتورة سهير. نعم دكتور، أنا ذكرت أنه في بداية حديثي أنه أنا أفضل كلمة هناك رؤية مفتاح على كلمة مفتاح أو جملة مفتاح، يعني الرؤية المفتاح هي التي تحدد العتبة، لكن أحيانا كلمة مفتاح أو جملة مفتاح تكون هي بمثابة الرؤية، هي بمثابة البثاقة الدلالية والإيحائية لبواطن النص، هذا هو أساس العتبة، أساسه الرؤية المفتاح. أنا أتفق معك تماما، لكن أحيانا الرؤية المفتاح تتشكل من هذه الكلمات ومن هذه الجمل المفاتيح. شكرا لك عزيزي دكتور عبد الباقي، شكرا لمداخلتك. شكرا دكتورة سهير. دكتورة سهير، احنا في نهاية يعني هذه القراءة الممتعة حقيقة والقراءة الشيقة باسم عمادة كلية الآداب نقدم لك شهادة تقديرية احتراما وامتنانا وعرفانا لمشاركتك حقيقة الثقافية المعرفية، وأنت ناقدة وأديبة وعلم من علماء كلية الآداب، حقيقة نفتخر بتقديمه إلى الوطن العربي وإلى الجامعات العراقية وإلى كل المثقفين والمفكرين. كل الشكر، كل الاحترام، كل التقدير لك دكتورة سهير، وهذه الشهادة التقديرية هي حقيقة عرفانا لجهودك ومشاركتك في منصة نادي الكتاب. أتمنى لك المزيد من الإبداع، المزيد من النتاج الثقافي والمعرفي، المزيد من الموفقية في حياتك العلمية. تقبلي تقديري واحترامي وشكري، وكذلك شكري وتقديري لكل الحضور الكريم من مختلف الجامعات العراقية والجامعات العربية، وإلى المفكرة والناقدة والأديبة الدكتورة آمنة بالأعلى حقيقة، التي لا يعني لم تترك منصة نادي الكتاب وكانت دائمة الحضور. فكل الشكر وكل المحبة لها ومن خلالها للشعب الجزائري الشقيق. دمتم في أمان الله، وإن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيد العميد دكتور عبد الباقي بدر ناصر. نعم دكتورة سهير، شكرا جزيلا مرة أخرى لجنابك الكريم. حقيقة إذا بس تسمح لي أوجه شكر الجزيل ممتنة جدا لكلمة السيد عميد كلية الآداب الدكتور عبد الباقي الخزرجي، وأتمنى مخلصة أن أكون عند حسن الظن. والشكر الجزيل لرئيس قسم اللغة العربية الدكتور صباح وللزملاء الأعزاء ولحضرتك دكتور مهند، شكرا لصبرك وتعاونك وحرصك على إنجاح هذه الجلسات. شكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا مرة أخرى لكم دكتورة، شكرا جزيلا لجميع الحضور، شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب أستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر، وشكرا جزيلا لجميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رابط الحضور ينزل الآن في حقل الشات.